السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسرة اينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو غنتكلموا على مستقبل العلاقة ديال المغرب مع اسبانيا، اللي هي اصلا علاقة متأزمة، ولكن اللي غادي يأزمها اكثر الطلب الاخير ديال اسبانيا من المغرب، لان العلاقة كانت اصلا متأزمة. والمغرب من بعد ما انشأ ديك مزرعة الاسماك بجوانب ديال جزر الجعفرية زاد أزم العلاقة أكثر. هذا الشيء هذا اللي كيطرى لحد الساعة، والطلب الأخير اللي غتقدم بإسبانيا ربما سوف يؤزم العلاقة أكثر فأكثر. كنا كننتظروا بوادر ديال الفرج صراحة، ولكن الفرج ما كيبانش الإخوان. غادي نتقاسم معكم المعلومات اللي عندي الإخوان، وربي يدير تاول الخير. حنا هادشي اللي خصنا نتقاسموه، وحنا طبعا ما كنتمناوش أن يوقع شي حاجة بحال هكا اللي كنسمعوا حاليا، واللي المطلب اللي غتقدم به إسبانيا. طبعا عطيونا لايك الإخوان الفيديو وبارطاجيو، وأنا نتقاسم معكم المعلومات اللي عندي. نائب في الحزب ديال بيبي الحاكم في مليليا قدم طلب الحكومة الإسبانية، اللي كيقول فيه طلب النائب الوطني الحزب الشعبي عن مليليا فرناندو غوتيريس دياس دي أوسو من حكومة إسبانيا هذا الأحد فتح ملف لهذه مزرعة أسماك مغربية أقيمت في المياه الإسبانية المجاورة لجزر شافاريناز، يعني الجزر الجعفرية، لأن هذا الإجراء لن على خلاف مع العلاقة الطيبة وحسن الجوار مع المغرب. يتحدث إلى الصحفيين، تحدث فرناندو غوتيريس دياس دي أوتاسو بهذه الطريقة بعد تلقي رد ثاني من السلطة التنفيذية المركزية على سؤال حول الإجراءات التي يتخذها قبل إنشاء بنية تحتية لتربية الأسماك في المياه الإسبانية بالقرب من جزر الجعفرية. يعني هاد النائب اللي كاين في الحزب الحاكم ليا طالب من الحكومه الاسبانيه ازاله او لهدم هاد مزرعه الاسماك المغربيه، وكيقول بان الهدم لهاد مزرعه الاسماك اللي كاينه في الاراضي يعني في الجزر الجعفريه يعني ليس له علاقه بالعلاقه الطيبه مع حسن الجوار. طبعا هادشي هذا هو الطلب ديالو الحكومه الاسبانيه باش ردت عليه، لان ديجا الحكومه الاسبانيه ديجا راه مشات في الملف الدبلوماسي. الحكومه الاسبانيه بصفه عامه او الخارجيه منين شافوا هادشي هذا كتبوا يعني عن طريق الدبلوماسيه للمغرب، ان قدموا طلب ان المغرب سيحيد ديك مزرعه الاسماك اللي دار في الجزر الجعفريه اللي كاينه بجانب ديال المليليا، لان اسبانيا كتعتبر ديك الجزر هذيك اسبانيا، والمغرب كيعتبر ديك الجزر هذيك مغربيه. يعني كل واحد كيقول ديالي، اسبانيا كتقول ديالي والمغرب كيقول ديالي. بما ان المغرب حط داك الشيء تمايا ديك المزرعه هذيك فهو كيعتبرها اراضي ديالو، واسبانيا كتقول لا عندنا السياده عليها. اذا في الاول في الطريق الدبلوماسي اللي تقدمت به الحكومه، المغرب يعني ما استجبش للطلب ديال الحكومه الاسبانيه او الخارجيه الاسبانيه اللي تقدمت به الطلب. يعني هنا كيقول يرى البرلمان ان الرد الحالي جاء في الوقت المناسب اكثر من الرد الاول الذي ذكر فيه ان اختصاصات في الشؤون الاستزراع المائي تقع على عاتق المجتمعات المتمتعه بالحكم الذاتي. كما قلنا ان في الاول اسبانيا ما بغاتش المشاكل مع المغرب. الحكومه الاسبانيه بصفه عامه وفي البرلمان ديال اسبانيا قالوا بان هذه المزرعه اللي دار المغرب في جزر الجعفريه اللي حدا مليليا، حنا يعني كحكومه اسبانيه خاطينا، هذه يعني راها تما حداكم حدا في مليليا، والبرلمان ديال مليليا الحاكم اللي كاين تما في مليليا هو اللي خصو يتصرف يعني هنا في هذه القضيه هذه. ولكن دابا الرد ديال الحكومه الاسبانيه دابا يعني ما بقاش كيف ما الاول، تبدل. علاش؟ لان جاء كما جاء في الرد الثاني ديال عن طريق وزاره الخارجيه، كيقول في الرد الثاني الذي تم تقديمه كتابيا ايضا احال مجلس وزراء برئاسه بيدرو سانشيز الى اوتازو ان الحكومه نفذت اجراءات المقابله لضمان الامتثال للوائح المعمول بها، بالي كما عززت الاجراءات المذكور بالتواصل مع المغرب من خلال المعتاد القنوات الدبلوماسيه هذه قلناها. واضاف المدير التنفيذي انه كما اوضح وزير الخارجيه خوسي لويس الباريس اللي هو وزير الخارجيه، فان هذا لا يتعارض مع رغبات اسبانيا في الحفاظ على افضل علاقات الجوار والتعاون مع المغرب. واختتم الرد بالاشاره الى ان الحكومه حكومتها تسهر دائما على وحده الاراضي اسبانيا ويضيف دائما على مصالح اسبانيا والاسبانيا، مصالح ديال اسبانيا والاسبانيا. يعني الرد الاول كان دبلوماسي من المغرب، من الحكومه الاسبانيه على المغرب بان حيدوا داك الشيء، راه الشيء راه اراضي مغربيه ما بغيناش معكم المشاكل. دابا الرد الثاني يعني كيقول لك حنا باغي نحافظوا العلاقه ديالنا مع المغرب علاقه طيبه، ولكن في نفس الوقت راه ما نسمحوش ان شي واحد يجي يحطنا في الاراضي ديالنا اللي هي اراضي اسبانيا مزرعه ديال الاسماك، هذه ما مقبولاش. يعني اعتبروا ان المغرب حط المزرعه ديالو في جزر الجعفريه كانه وضع مثلا المزرعه ديالو في قلب مالاغا ولا شي حاجه بحال هيدا. يعني كتسمى كما كتقول اسبانيا هي اسبانيا، والمغرب كيقول هذه ارض ديالي، اللي هذه ارض قدامي
اللي طبعا الطلب الاول ولا الثاني المغرب راه باين مادام انه دار مزرعه ديال الاسماك تما الا وما غاديش يحيدها. اذا اسبانيا كتقول لك انا ما غنتنازلش الحقوق ديالي، خاصني انا تستجب لي. اذا مادام اسبانيا تخدم لهذه الخطوه هذه والمغرب الرد ديالو غادي يكون الرفض، طبعا هذا الشيء شنو كنقول نفهموا منه؟ كنفهموا بان العلاقه او المستقبل ديال علاقه المغرب مع اسبانيا سوف تذهب من سيء الى اسوء، من سيء الى اسوء الاخوان، لان هذه الخطوه هذه غادي تكون خطيره على مستقبل العلاقه ديال المغرب مع اسبانيا، وما كتبشرش بالخير. البوادر كلها كتقول ما كتبشرش بالخير، لان كاينو تصداع بعض المرات غير حجره، لان كل دوله كتعتبر يعني ما كتبغي تطيح لدوله اخرى. طبعا اسبانيا خصها تقول، حيت كتقول اسبانيا الا سمحت لك انك درتي داكشي هذاك في الجزر الجعفريه راه بحال اللي سمحت لك انك حطيتي عندي في اسبانيا. هنا كنفهموا بان الرد ديال الحكومه الاول مع الرد الثاني يعني جاء شويه قاصح على الرد الاول، يعني دفاعا على السياده ديالهم كما كيقولوا بطبيعه الحال اسبانيا. اخوان اخوات، احنا صراحه يعني كمهاجرين هنا في اسبانيا لا تخدم مصلحتنا بتاتا اي ارتباك في العلاقه او اي توتر او اي تصعيد في العلاقه ديال البلدين بصفه نهائيه. طبعا احنا مع بلدنا الى اخر المطاف، هذه مساله مفروغ منها، ولكن احنا يعني مستفيدين من هذا البلد والعدد ديالنا اللي هو كبير بزاف. احنا كنتمنوا انه يكون شي حل ودي ما بين هذا الطلب ديال اسبانيا والتجاوب مع المغرب. نتمنوا ان يكون شي حل ودي اللي ما غيخسرش العلاقه ديال البلدين بجوج، والا الموضوع غيمشي الى كارثه والى من سيء الى أسوأ، اللي ربما تجي شي اشياء لا تحمد عقبها، والله يستر. وحنا ما بغينش هذا الشيء هذا في العلاقه المغربي الاسباني، لانها هاد الدولتين بجوج بالضبط، هادو بجوج هما اللي ما خصهمش يكونوا يعني قاطعين، او لا قدر الله يمشي الموضوع بعيد. بلا ما نقول شي كلام اخر، يقدر يمشي الموضوع بعيد شي حاجه ما لا يحمد عقباها، وحنا في غنى على شي حاجه بحال هكا، خاصه في الظرفيه اللي كنعيشوها. كنتمنى طبعا ان اسبانيا راه ما غاديش دير تهور ان غادي تجي وتقتري في ديك المزرعه، طبعا غادي يكونوا مسالك، غادي يكونوا تواصلات، غادي يكونوا على وعسى اخر المطاف يجي ان شاء الله شي تجاوب عند المغرب بطريقه وديه اللي غيحافظ على السياده ديال البلدين. كل بلد يعني تبقى في ما تطيحش من القيمه ديالها كما كنقولوا، المغرب ما يطيحش من القيمه ديالو، واسبانيا ما تطيحش من القيمه ديالها. طبعا اسبانيا دابا شافت بان المغرب اصبح دوله قويه، واصبح دوله منافسه، واصبح دوله يعني يحسب لها الف حساب. ما بقاش المغرب ديال هذه شحال، المغرب حاليا اصبح يسير في مسار ديال التسلح، واحد من اكبر الدول اللي كتشري الاسلحه المتطوره عالميا، واللي اسبانيا بعد انواع الاسلحه اللي اسبانيا نفسها ما عندهاش، فهذا طبعا كيزيد يخوف اسبانيا وكيزيد يبين ان المستقبل يعني مظلم في العلاقه ديال البلدين. حنا ما عارفينش المغرب كيفاش كيفكر واسبانيا كيفاش كتفكر، حنا كنتقاسموا اللي كاينه واللي كيفكروا به من تحت الطابله، هذا كلام اخر وخاص بهم هما. والله يدير شي تواد الخير الاخوان في هذه العلاقه هذه المغربيه الاسبانيه. يعني خبر ما عجبنيش، ولكن خاصني نتقاسمه معكم لانه خصكم تعرفوا شنو كيوقع في الاحداث وفي الساحه وفي مستقبل العلاقه ديال البلدين. تحياتي لكم محبين قناه كريم كسر اينما كنتم، كنشكركم دائما على اللايك اللي كتحطوا لي والبارطاج الفيديو، كنرحب بكل مشترك جديد حتى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.